بت يا ريه. ايه بتعرفي تعملي الشاي يا بت؟ دي ريه احسن واحده في الكفر تسوي الشاي. طب ما تيجي جوه يا بت تعملي لي كوبايه شاي. ده انا لسه هقول يا شوق. يتحرق الشغل يعني؟ هيطير ولا هيطير؟ يلا بت يا اخت اجري اجري اعملي له الشاي بسرعه. اجري خلاص الشاي بتاعي دلوقتي ما بقاش حلو. وانا اقدر استغنى عن الشاي بتاعك يا بت؟ انا بس عايز اشوف اختك شاي حلو زي شايك ولا لا. لو قررت هصرخ صرخ زي ما انت عايزه، ما حدش هيسمع غير سكينه. اعجل يا بت. بنقول لك هصرخ، بعد عني لكتك. يقطع ابوكي، عايزه تقتليني يا فاشره. بقول لك بعد عني، هقتلك يا كلب يا ابن الفطيس. مشي يا بت مشي. قوم يا بت قوم. خدت يا بت ومشوا من هنا يا بت، مشوا من هنا. ايه اللي حصل يا راي؟ اسأل اختك الفاجرة. انا مش فاجرة، لو فاجرة كنت سبتك تعمل ما بدالك. يا دي الكلب يا نجم. مشي يا بيت مشي. يلا يا بيت يلا يلا يا ابن المحروقة يا باغل. مشي يا بيت مشي يا نجم. ما كده هنجوع يا ريا. مشي يا بيت مشي. فوق عليك فوق مشي. ده راجل مقتدر وغني ومعاه، واحنا غلابة وما نحتكلش على اللقب، ولازم نطاطي عشان نعيش. عشان نعيش لازم تجرسينا وتفضحينا. هما انا اقول لاما لما تسالني على الجروش. نقول لها الحقيقه. حقيقه؟ عاوزه تفضحيني وتجرسيني يا ريا؟ ما هو انت عملتي حاجه عشان تخافي منها يا بيت. امال انا كنت كل يوم بعمل ايه حداد؟ الله يحرقك يا بعيد. طب فوتي فوتي قدامي. جاكديب ياكلك انت وهو. يا حمار